هو السوشيال ميديا كله يا كابتن، انا بعتبره يعني عالم افتراضي. انا مش عارف مين اللي بيوجهني، ومش عارف مين مع مين ومين معايا. انا ما اعرفش. انا لما انا عارف جمهور النادي الاهلي اللي هيبقى في ظهري، اللي هيبقى في ظهر مروان، هيبقى في ظهر اللعيبه كلها. لان انا حتى احنا كتفكيرنا كجهاز، والراجل برضو نفس القصه بيتكلم كده، اللعيبه دي هي ادواتنا وهي ادوات النادي، هم دول هيحققوا نجاح. انا ما ينفعش كل لعيب هيبقى وحش ماتش ماتشين هشيله، لا، دي قايمه. انا لازم اللعيب دوت هيبقى وقت توب فورم، ووقت تاني هيبقى مستواه مش كويس، ووقت تالت هيبقى موفق فلازم انا ابقى في ظهره في كل الاوقات دي، وجمهور النادي الاهلي في ظهره في كل الاوقات دي. فعشان كده انا بقول النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لازم تبقوا ورا الكيان كله، ورا الكيان كله. احنا عشان كمان احنا سواء في النادي او بره النادي بتلاقي كل الناس، يعني انا بيكلمني مدربين ما شاء الله، يعني كابتن عادل طيبه، كابتن محمد عامر، كاب زيزو، كل الناس الكبار، شدوا حيلكم، احنا كابتن شطه، احنا وراكم، احنا في ظهركم. فانا ببقى فرحان جدا، يعني بتستمد قوتك من طبعا قوه من هو النادي الاهلي، ايه هو قوته في كده. كل الناس بتحب النجاح، بتحب البعض الخير، بتحب. عشان كده كيان النادي الاهلي. احنا اوقات كتير يا كابتن وحضرتك عارف، انت بتخش النادي بتلاقي مثلا عامل او بتلاقي حد بتاع امن، ان شاء الله ربنا هيكرمكم. هو ده احساس، ده حاجه بتاعت ربنا معموله في النادي دي. يعني انا بشوفها كده، ان دي حاجه بتاعت ربنا، النادي ده نبت صالح، حاجه فيها حاجه كويسه جدا. فكل الامور دي كلها هو ده التوفيق بتاع النادي الاهلي، هو ده التوفيق اللي هو بلس 90 زي الناس بتقول. هو التوفيق ما بيجيش من كده، التوفيق ده ليه اسبابه، اسبابه ممكن تكون فنيه، اسبابه ممكن تكون ان انت تساعد حد، ان حد الناس دي بتقف جنبها، ان حد بيدعي لك، ان الناس شايله بعض، الناس تحب بعض. احنا اول ناس بتفرح الناس اللي بتبقى قاعده بره. صح. احنا في اوقات كتيره جدا ما بنبقاش عارفين مين جاب الجول، مش عارفين اللي جاب جول النادي الاهلي. صح. فبغض النظر اللعيبه برضو نفس القصه. فده قوه النادي الاهلي، واللي احنا عاوزين ان شاء الله تستمر بكده ان شاء الله.